السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس بنات المستقبل الثانوية، المرحلة الأساسية، الصف الخامس، المادة العلوم. اسم الدرس خصائص الصوت. سوف نتعرف خلال هذا الدرس على ثلاثة خصائص: درجة الصوت، شدة الصوت، ونوع الصوت. لكن قبل أن نبدأ، انظر إلى الصورة الآتية. يتكون حنجرة الإنسان من أحبال صوتية. هذه الأحبال الصوتية أثناء السكوت تكون ساكنة، ولكن بمجرد التحدث تبدأ هذه الأحبال الصوتية بالاهتزاز فيصدر الصوت من الإنسان. الآن لنتعرف على أول خصيصة للصوت، وهي درجة الصوت. درجة الصوت خصيصة تميز بها الأذن الأصوات الحادة من الأصوات الغليظة. والأصوات الحادة تكون عالية كصوت المرأة، وأصوات الغليظة تكون منخفضة كصوت الرجل، لكن تكون أكثر غلظة. ما السبب بذلك؟ أولاً، الأحبال الصوتية للرجل نلاحظ أنها تتصف بصفات عرضية، أي تكون بشكل عرضي وسميكة ومرتخية، يعني مرتخية غير مشدودة. بسبب هذه الصفات الثلاثة يتصف صوت الرجل بالغلظة ويكون منخفضا. لكن الأحبال الصوتية عند المرأة تتصف بأنها طولية، تكون بشكل طولي رفيعة، يعني أكثر رفعا من الأحبال الصوتية عند الرجل، وتكون أكثر مشدودة، يعني لذلك تتصف صوت المرأة بصوت حاد وعالي. انظر لصورة الطفل، نلاحظ أن الموجات الصوتية الصادرة عليه تكون بشكل طولي، لذلك ظهر شكل حاد وعالي. لكن الرجل يكون عرضية وسميكة وأكثر سمكا، فلذلك ظهر صوت منخفض أو أكثر غلظة. الآن لنتعرف على شدة الصوت. ما المقصود بشدة الصوت؟ شدة الصوت خصيصة التي تميز بها الأذن الأصوات الضعيفة من الأصوات القوية، أي بمعنى عندما نقول أن هذا الصوت ضعيف أو هذا الصوت قوي، فإننا نختص بخاصية اسمها شدة الصوت. فشدة الصوت هي خصيصة نميز بها من خلالها الصوت الضعيف من الصوت القوي. شدة الصوت تعتمد على عدة عوامل، ولكن سوف نتعرف خلال درسنا على عاملين، وهما مقدار الاهتزاز. تزداد شدة الصوت بزيادة مقدار الاهتزاز، أي بمعنى آخر عندما نطرق على الطاولة بقوة فإن الاهتزاز يكون قويا فيصدر صوت قوي، لكن عندما نطرق على طاولة معينة بقوة أقل، يعني بشكل أخف، فإن الصوت الصادر ضعيف. إذا كلما كان الاهتزاز قويا يكون الصوت قويا، أي العلاقة طردية. العامل الثاني، المسافة بين السامع ومصدر الأصوات. فكلما قلت المسافة بينهما ازدادت شدة الصوت، أي عندما تتحدث مع زميلك ويكون زميلك بمسافة قريبة جدا منك فإنك تقول عن صوته قوي، ولكن بمجرد ابتعاد زميلك عنك مسافة أكبر فإن شدة صوته يكون صوته أضعف. فإذا العلاقة هنا عكسية. ما المقصود بنوع الصوت؟ للإجابة على السؤال تأمل الصورة الآتية. عندك بالصورة جيتار وشوكة رنانة. طيب، ما هي الخصيصة التي جعلتك أن تميز بين صوت الجيتار والشوكة الرنانة؟ لقمنا بإغماض عين أحد زملائك وأصدرنا صوت مثلا من الجيتار،
سوف يعرف أن هذا الصوت قد صدر من الجيتار أو من آلة أخرى، وإذا قمنا بإصدار صوت شوك رنانة سوف يعرف أن هذا الصوت من الشوك الرنانة. إذن الخصيصة التي تجعلك تميز بين صوت الجيتار والشوك الرنانة هي نوع الصوت. إذن نوع الصوت خصيصة التي تجعل الأذن تميز الأصوات المختلفة حسب مصادرها، مثل صوت القط من صوت الحصان. عندما يصدر صوت من القط فإنك تقول أن هذا صوت قط أو هذا صوت حصان، وأيضا صوت الناي عن صوت الطبلة. الإجراءات المتبعة للحفاظ على سلامة الأذن. الأذن هي عضو مهم من أعضاء جسم الإنسان، يجب أن نحافظ عليه. ومن هذه الإجراءات: أولا، تنظيف صوان الأذن بالماء والصابون منعا من الإصابة بالأمراض الفيروسية. يجب أن تنظف يوميا صوان الأذن بالماء والصابون. عدم إدخال مادة حادة للأذن. الابتعاد عن الأصوات العالية. أخذ المطاعيم بوقتها للحماية من الأمراض المعدية مثل التهاب السحايا، الحصبة، النكاف التي يمكن أن تسبب ضعفا في السمع. هذه الأمراض تؤثر على قوة السمع، فقد تؤدي إلى فقدان الإنسان سمعه أو ضعفا في سمعه.